مين أكتر واحد بتحبه في الفصل هنا يا حماسة؟ أكتر واحد بحبه في الفصل هو بقلة يا أستاذ. بيطلع لي بره يا حماسة علشان عايزك. ارفع لي إيديك لفوق بقى يا حماسة لو سمحت. هو أنا عملت إيه بالظبط يا أستاذ؟ مفيش، أنت قلت إن أنت أكتر واحد بتحبه في الفصل بقلة، وهنعرف دلوقتي إذا كان بقلة بيحبك هو كمان ولا لأ. هسألك سؤال يا بقلة وتجاوبني عليه، لو جاوبته صح هدخل حماسة يقعد. موافق يا أبو الأساتيذ. إيه هم أكتر عضوين في الجسم مرتبطين ببعض؟ القلب والقفة يا أستاذ محروس. القلب والقفة؟ طبعا يا أستاذ محروس، القلب والقفة، علشان لما بتفتح قلبك بتتضرب على قفاك زي حماسة قدامك اهو. يا ريتني ما فتحت قلبي ليك يا شيخ.